حدثنا عبد الله بن منير سمع وهب بن جرير وعبد الملك بن ابراهيم قال حدثنا شعبه عن عبيد الله بن ابي بكر بن انس عن انس رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهاده الزور تابعه غندر وابو عامر وبهز وعبد الصمد عن شعبه